لك على ما انت حكيت لي صراحه تو مشروعيه لك هو صوت لوت وكذا محيت هاي وقت لوت وكذا محيت هاي يسيد لوت وكذا تنشر انه حاكو سوق قبل قبين ان التوبه ده يفضل يدي ان شاء الله تعالى ولا لي صلاه التوبه وتمرك ورا توبه قفك صلاه التوبه مشروعيه دي هذا رسوس اهل العلم دم وحيم اجماع كويهين اني مشروعتها اي بنان تاعي حديث اي شيء لا بحديث اي شيء دون ان شاء الله تعالى حديث كوبات ابو بكر الصديق يا لقوري رضي الله عنه قال وحول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحام مقلي رسولك إلهي ورهاي أبو بكر واي وحام مقلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورهاي ما من عبد يذنب ذنبا مجر أدون ذنب قلايو ثم فيحسن الطهور طهور توراجنايو ويسيسنايو سفي عن ويسيسنايو ثم يقوم فيصلي ركعتين كدبنا استاغاي والله بركعته كناي ثم يستغفر الله كدبنا الى سبحانه وتعالى ذنب داف ويدي سناي الا غفر الله له الى هدوجر قفصاسه الى هو ذنب داف او كسو علينا حديثك ابو بكر رضي الله عنه يري وحام مقلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصلي النبي او دحاي مجر الدون ما من عبد مجرى الدون ذنب قلا يذنب ذنبا ذنب قلا فيحسن الطهور ويسيسنا يسفي عن ويسيسنا ويسدا وحيالا وحي كمت ذنب قلو ضافو ويسدا فضائل بدنيه ما لنا كشيكينينا ويسدا يفضل قد بسن كشيكينينا ذلك ويسدا وحي املي ان صلاه كري لو ويسيستو ويسدا فضائل كلي فضائل او كسو ابورت وعباده وذنب داف لغا هلا مره سي غوني اغشين كيدون هدوي لا ويسد كلي عمر وسو قادان دون هدوي لا يفضل يدا طيب رسول صلى الله عليه وسلم خير مجرو ادون ذنبي قال كلين ادون كاسانا كل ذنبي ودقينا هل شككم مجرتاس كلين واغلينا اما ذنبي حيراده اما هوينا تاس كيس كلاوا لكن قف والبو اني نغمد مجر الا ذنبي وكلا رسولكم خير مجرو ادون ذنبي قال كديمنا طهور كونا جنا سيدو النبي اويسيست هدا اويسيست رسول صلى الله عليه وسلم خير قفك هدو من توضا على نحو وضوء هذا قفكي اويسيست سان اويسيست اويسيسنايو اويسيسنايو كدبنا دحايو اشهد ان لا اله الا الله كدب لا برعته كانايو جنده سديد الباب جنا لو فرو طهور كمرك رسول حديث كلو خونا شي قفكو مركو وجيغا دقده مثلا غمكا سو قاد مركاس كرا بيه كا دادنا غمكا دنبي هدي غلين دنبي غو كانا وجيغا دقده اندي افكي لغلقشري هذا دنبي هدا كو هذا شي اندي هدي دنبي اركين وخي ودا دقا واوي سيستي قعنتي على بيها كدادنايو دنبي على دادناي قعنت كلا دنبي على دادناي لوقت مركا دغ انت دنبي او سوت على دادناي مركا ويسده مهمه لكن ويسده كهريسي تاس وحي تهي واويسده صحده او سيسنيسد قفك ويسده صحده انه ويسيس لك ويسده سان سان تردك قركوسي ويسيسنا وجي نص قعنت سانا اللي انت قللنت انت وقللنت قيسا موسى دغ لوقت قدال وا قللنت هي تاسمع ويسد الله خبر تاسمع رسول صلى الله عليه وسلم كفر قف دو ويسيستو سفي عن ويسيستو كدبنا استاجو لبركة كذو استاجو لبركة كذو مركوت كذا كدب إلهي دم بدافع ويدي سنة فيري ويسي سنة لبركة كنا كدب من الدم بدافع ويدي سنة سدح أسواء كدب ويسي سنة سفي عن لكن ويسي استال ربع كدب ويستاجه لبركة كنا كدبنا إله ودنب داف ويدي سنة سد حرهن مركوسا ما رسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا غفر له غفكاس ولو دنب دافا كدب وكدب وحو أقري آيدان وأقري أو سورة العمران كجلته والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذاتك دنب مركي سمين ذاتك الله بوا قف والبدنب واسمين قفك مركو دنب سمين إميريت لسيد أو رقصة بضم وحو حصوصنا إنو قلت قال إله حصوصنا فاستغفروا لذنوبهم إله دنب داف ويدي سنة مركو سان دنب وقلبوا إله حصوصنا إله دنب داف ويدي سنة ذاتك أسوى ذاتك لغا هطلع لكن ذاتك قاركو دنب وقلب وكو صعضاء إله سبحانه وتعالى وكو جيدا فروك قاده وحلي صون قصون قصون ما انت سو نقويس لكن الهي هدوك قبطه قفكا فجنايه مرح قفكا فجنايه مرك الهي مركو كسينا جانس كسينا معنى هذا ما انفرح لغا دنبي وحار اسك سميت ما اه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تيو قلاوه قفكا مركو حلو باهين هي
مركو دنبق الإميليتلي إنو صنور إلى سبحانه وتعالى حر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم إله دنب دافو يديسين ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا ذاتك قاركو ذا دنب يريسك إسمينين وإحبطان إسمينين دنب هو الله بوال قيب وين وأوكو هلاقي ساي إيكو يري راجره كو يرير كهداك العلسيت كو العلسيت وين كان وين اذا كدره كان وين اذا كدره لانه بورتان وين اوجد دغخ يرير سو تغي واه مرك دنب غير وحلو بان قف كن اسكل عليه حديث كوبات مرك او صلاه التوبه نوشي سو حديث كاس وحان وري ابي داود ايانا وري شيخ البان صحيح وكدي امام احمد حديث كلابات ابي الدرداء رضي الله عنه قال وحور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا قفكي ويسيستو فأحسن وضوءه كدبنا هجاجي ويسدي سهجاجي ثم قام كدبنا استاجا فصلى ركعتين أو أربع أما لبرك عما أفر ركعته كذي شك من الراوي يحسن فيها الذكر والخشوع صلاة وكو خشوع سيني حديث كود وحان كفى إذي سني إنه سفي عن ويسيستو حديث كان وحوك علي وحوك داري صلاة وكو خشوع فأحسن الوضوء كاسن وحوك فأحسن الطهور كان فأحسن وضوءه كذب لكن وحورا حديث كان يحسن فيها الذكر والخشوع كذكر يخشوع صلاة وحو شيقة يقفك إنه أقيهي ثم استغفر الله كذب إله دم بداف ويديسه غفر له إله ودم بداف حديث كان وحا وري سلسلة صحيحة يكون جرتا السجن إذن لابد الحديث وحي إنه شيقة يقفك مركو دم بقاله إنه إله دخسه النقض إنه باهيه إني بنانته صلاة التوبة إني بنانته قفك مركو دم بقلم دخسه إنه إله سبحانه وتعالى النقض أي لا بد أن حديث به كفى إدي سنة سابت لو تكنا محيته مرك صلاة دار سابت لو تكنا وحواي وقفك مركو معصي قفك قال دم بقلم سواء كانت معصية صغيرة أو كبيرة دم بقه هوينا ذو أما هي راضو يجب أن يتوب منها فورا سيدو دخسه بدل إنه النقض وإله النقض dadka qarkooda waxa arkaysa dambi uu gara sheytaan wuxuu leeyahay caawo kala tuko caawo fiican tahay caawo qiyam leelka fiican yahay caawo u soo ka maya caawo tuko laakin hadda joogtid weesayso la barakaa tuko sheytaanki uu ka aqli badan sheytaan uu ka xoog badan marka waxa loo baahan yahay uu dhaqsan badan inaa weesaysatid oo tukatid dambi qof markuu galo uu dhaqsan badan inuu weesisto ayaa oo tukada ayaa loo baahan ويندب له أن يصلي ركعتين وحاسنة لبركة إنه تكذو فيعمل عند التوبة عملا صالحا من أجل القربات لا نقفيري مركة دنب قشد وين مركة قشد دنب محاوة وحمانا سميس عمل حنا سميس إليه توبة كنت توبة وحلو بها هنا كنت درست عمل وناكسن عمل كي حماي أبسيتيز وحاكيني عمل وناكسن كينيسا وعمل أرسل عمل كان حن كذا بولا يلو بهاي إذن وحلو بهاي توبة إله مرك أتوبت كينتي وأنا قانا شروط التوبة وأنا قانا وقفك إنه دمبي فراح كقاضو قفك سو دمبي كجرم ليك استغفر الله استغفر الله حماي نفير سناي استغفر الله مريه كرأسيه حمانتي دقي سناي الإقلاع نبرون إنه إقلاع كسيكيب ما وفراح كقاضو تلا بعد وإنه شالله يوحو سمعني قالت إنه قاضو تنسد حادنا عزيمة قوان يبلن إني كتم هذا مرك أوسن سميني واحد أوزن سمينين. سو أنت أسمك يقفك لجهل إن شاء الله تعالى. وحين نقول إيش أنتي سوا صح؟ صلاة والودرة أو طهور كان والودرة صلاة أو قفك إنه صلاة ليراه صلاة التوبة ليراه. والنبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء صلى الله عليه وسلم النبي مركب معنا وصلي بأبي هو وأمي. طيب تنسى دحات وحنا صلاة ولا تكنا لبح حديثا شيءني. تلا بعد وحنا هنا وقت اللي تكنا إنه شيءني إميل سيد أقول نقصها بدن قفك مركو دم بقال إنه تكذا على رأسي أقول نقصها بدن. تنسى دحاد وحا وقتي اللي تكون اي قورما واحد وقتي صلاة اللي تكون اي قورما يستحب أداء الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الدم وقتي قو آنسا يسيد او قرنق صاحب بادن او قف كان قو آنسا اللو باهاية او توبة دم بي فراعا قادو ينو كتو كدو اي اللو باهاية وقتي دم بي انقضاء الله لقا ماهن سواء كانت هذه التوبة بعد فعل المعصية مباشرة او متأخرة عنه هدو قفك مركو دنبي قال immediately هوريك السماية فاين هدو شيطان قاد اما هولك لغا مركا سوحة سوسة تدبحلو باهية مركا انا هوري كتوكتب لان الله سبحانه وتعالى كاما اقبل نفت وقت ما يلقو سوجر مؤوغو والله قف كينا مؤوغو ما يلقو سوجر هدو ترى ذوك العاون طوبت كينا ومركا قري كبحث وحالك الباك كبحث ينا دعدا لغا 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 اما اسكر اما جاركو ولا عبلو اكسر انتكور اما جاركو لقدو ما لغا يابا وحوال بباصب الوال إله سبحانه وتعالى خاتمة ذهنوها جيد
موت الفجأة إلهها كما قال لك. إذن مكو قفك ميل حمر كيك قارتو حتى إذا نقول إن دتك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يري إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر توبة إله وقا أقبل عدونك إلى غرغرة إيسان كإيمان تسمعين ذو حواي وقتي يدمني سيد أو نقصها بضن توبة ونقو إلى سبحانه وتعالى هكو حفظي تلبات لوضع وقت ما وقتي لو وضع توبة لا أقبل إنه حواي مركي قرحة كصوب بحضة لنعا مغرب كذا أي كصوب حديث كاسن مسلم أي صوب صار إذن وقتي كستؤولت كذا وصلاة لكن إسك إلالي وقتي هذا وهذا تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك وقت النهي سوى حاجة وقتية صلاة أن لتكنيني أو لتكنين عجل تقالت أي تحي وحاكم إذا صلاة الصبح كده إلى قرح ذا أي كصوى بحضة قرح ذا قدر رمح إي صوى بحضة 15 من 10 to 15 علماء ذاكو قياسا وقتية لبعض أن لتكن وحاو بحكي قرح ذا حبرتين كدهر كي إيقارت أنا وقتية أصلا لما أقول إن لتكن وقتية سد حادن عصر كده إلى قرح ذا أي كصوى بح إلى قرح ذا أي سفي عن وضع صدها وقت لما أقول ولما قال عشان كديان وحيدان بعد صلاة صبح لما أقرأ إلى قرح ذيك الصباح له قرح المركي صبح لما أقرأ إلى قدر رحمه يستاكت الله ماشي صلى الله قارن هلي كديان قارن الله بي كديان أما شان أما سدح ذاك لقى قادن وشان هديك لنو حواي وسد حواي لكن هدارت إنا توبت كينتيد عصير كده دم بيقش إنا توبت كينتيد قانون كاسكو مقابانا إميليت لوقت وقوه ريسوح سوسيت واتوكنيسا قانون كاسلاة وقت النهي صلاة الوجرة مع صلاة سبب إلى صلاة الديد وصلاة عن سبب تلهين وقت هذا صلاة الديد وصلاة عن سبب لا سفع كليرها إذن كل نقطة صلاة الديد وصلاة عن سبب قفك مثلا عصرة توكتي وحاسوا حسوسة إن هذا دهر توكنينبو أسوا حسوسة أما وحا حسوس دور من كاتكونيس إن هذا ويسق بين أسوا حسوسة مركز مركز حين قنيسة واتكنيسة ما ليس وحال وجر وقت نهي الوجر ما ليس واتكنيسة واتكنيسة إذن وحلو بها يقفك إنو إلى علي وقت أو قادة صلاة إنو إلى علي أي لو بها هي وقت النهي صلاة مع هذا صلاة أن صبت له وتن لدي لكن صبت صبت له والأقول حتى بس سيدي لو تكنا صلاة التوبة سيدي لو تكنا صلاة ذاك لما يكتب أنت هاي مثل صلاة وكلاوات صلاة التوبة والله برك عواه وصلاة عاية تحية المسجد تكنيس أما صلاة صبح وكلا تكنيس دواي صلاة وصلاة عادي واي وصلاة وسوي سيستي مركز سوي سكتب قبل ذا وجيس نيسا قبل ذا مركز وجيس الله أكبر على هذا هي استفتاحي أقرس نيسا سبحانك اللهم بحمدك أم وجهت وجهي للذي أما لا أما الدعاء ذا تقال سقالك الدعاء استفتاحك كارتك أقرسه فاتحد أغرستي كخشوع صلاة فاتحد مكة أغرست كذب صورتك للراعي قل هو الله قل عوذ بالفرق قل عوذ بالناس أم إذا جاء أم إذا تأمتب صورة تقانتك للراعي كذب واركوع ذي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده وسجودي وسبحان ربي الأعلى إله ذنب داف كويديس وفريستي وسجودي وصلاة عادي صوم جديد حق على الله بعد نصدوك على سمين تحياتك مركة السلام عليكم مركة تلاد مركز إلهي تنبدا فويدي سنيس إلهي تنبدا سجودا وكويدي سنيس مركز كبحثين وويدي سنيس إلهي تنبدا فويدي سنيس إذن صلاة التوبة وصلاة فضل لبرك عواي صلاة ذاك لك مدوانو صلاة ذاك لك مدوانو إذن صلاة التوبة علوم ضوء بحسي رسول صلى الله عليه وسلم من إيه صلاة التوبة سانواي صلاة التوبة وعلو بحي وحلو بحي وحو توبة ذالوت كذا تحية المسجد وكره ما قعد حلو بحي وحاول مركز مساجد كسوقشت إن الله برعتك تحية وسلام وصلاة مساجد كلو سلام أيوة صلاة تراويح وألو بحي صلاة لتكود الغرة حساب تلو بحي وصلاة الغرة حيستوى قيام الليل قيام هبين صلاة هبين كلو استعوى تهجد وكسو تهجد أهان أسمين وسدواء سو صلاة ده ما قعد حلو بحي وحاول صواب تلو سمين أهان أي لو بحي لا لو بحي إذن صلاة التوبة مركة وحواي ولا برك عواي رسول أو بكر نوشي رضي الله عنه نوشي حديث أبا أنك فائدي سنين وأن أعماش مركة سميس تكذب صلاتك تتكذب نحافي عن عمل وناكسا إنا سميس أعماش أوو وناكسا إله لغدا وذا وحا كمد صلاة دوا وأتوبة كنت وحا قوانسات إله سبحانه وتعالى إنا نغطوحة إله إذن بداف إقلاع سميسي دنبي فراحك قادي طيب واكش الله يسي دنبي أش الله يساكش الله يسي قوان وحاكو قلت إن هذا مركز الأذن سمين عزيمة لا تمت سدح ذوالة ذن وأوي شيء سنة لا بركة تكون إنسان مركز تكتل لا بركة سيف عن أوي شيء سنة مركز أوي شيء تقلبي إنه جوج ومركز تكون مركز كدباء إله دم بداف ويدي سنة أعماش إله لوجود وذو حا وفي عن صلاة دوا أعمال بضنا جرتوا
أعماش أوقف عنه إله لوره حكم إذا صلاته إذا ما دام ذنب أجشي وإله كحنا جسي وقلد أسميسي إله وكحنا جمر ذنب سميسي وكحنا جسي ملائكة قلد يكو قرين ذنب يكو قرين إذا وحلو به عمل وإله سبحانه وتعالى جعلنا سميسي صلاته أوقوي كبعدي هذا وح صدقيس كرتنا صدقيسه صدق هذا ولا للوحياله أوقف عن وحواي غضب إله لوجود الجيل صدق هذا سنة قرصه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وكسبنا عليه صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر وحي دمسا غضب إلهي دمسا إلهي عرضي سيكا دمنيسا كما يطفئ الماء النار سيدي بيها دبك ودمنا يقولك هاك دمنيسا إذا دم بمركة يقشك والله بدرك عويسي أو تكويسي ستد لا بدرك عتكتد إلهي قوانك قد إنا نسمينين أو مركة لأنا نسمينين وحلو بهايك بعدي إنا إلهي ويدي ستد خير ويدي ستد عمل وان عمل وانا سنتي عمل كونك سنة صلاة دواي كبعدنا صدقة بحصة صدقة السر الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث تطفئ الخطيئة خطيئة ذا ويترتريسة تمحو الخطيئة صدقة ذا السر مركا قرسي صدقة بحسن ذنبي قاقش ويترتريسة ويلقيسة ذنبي ويلقيسة إذا محلو بها يقفك ينوح وصمينا عيو ذنبي مركا قاقش ابن أهدناتها هقلين اسك إلالي لك واقل دانتي واقشي مركا قاقش كدي بحلو بها يقفك إنه إلهي كأبوري أسوى حسيسته والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ساسنا نقطة للبهاية دم بين سم سمين وقف والبؤنا من دم بو سمينا دم بمحاء سميس واسميس إسك إلالي لكن واقشي محاء حالة تتقال كل حكم محاء مركو لو سمينيس محاء سمينيس أوكي وارد عدي وحي وارد عين مركو لو باهي قفك إنو إلالي لكن ويك شيطان كي كحوق بدي شهودي كحوق بدي شي أصحاب تحونا كحوق بدي شي دم بيو قاله دم بيو مركو قاله محالو باهي مركا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ساسوا ربهم إلهي سلام مركي إنا حسوستي الله إلهي وإيجيدي الله إلهي وكعاسي إلهي وكمحشون أسو إيجيدو أن دم بسمي أسوء إيجيد وإأركى أن دم بسمي كمان نحشوني إلهي مرك إله سوى حصوصتي إلهي دم بلا فويدي سنسا ما دام إلهي احترامي ويسي الدم بقي قشي حلو بهاي مرك السلام مرك إلهي عمل وجعلي هنا سميسي والدك مرك كحنا جسد فيه والله المثل على والدك مرك كحنا جسد ووحفي عن أو سميسي وفرحة وفرحة عروت هذا مركي كاحنا جيان أي وحفي عن كوكين أم سوري كده هانو وحفي عن أي كوكين ودقيسة وفرحيسة والله المثل على الله سبحانه وتعالى خالق واي أنت ذينا أم باهنا عبادة ذينا أم باهنا رسول صلى الله عليه وسلم نوشي حديثك فمن وجد خيرا فليحمد الله قف الله لوح وصمي أدوينا وكصمي أسيقهم باوسكالي لو أن أحدكم لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم ك قفكو إذن كهري إيكان إذن كدن بي إيجنيين إيإنسيين هدي أهاي على أتقى رجل على أتقى رجل قلب واحد النبي محمد قلبي أمدان دان طن الدون كجوت قال كوذ إي مسلم كوذ أول كوذ أبونا آدم إلا كان أدن بي جنيق إيإنسي كل قوت دي النبي محمد قلبي سوكال النقضان إلهي بغرتو إيس وحبو مزيادنين كل قد نهدين نقضان محالة هاي شيطان إبليس قد يلقل بنقضان إلهي بغرت عيديس وحبك ما بقاذينه إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وحاسمين سين وعمل كين وإذين حسابا فمن وجد خيرا قفك خير أو أكو فليحمد الله إله أمهد عليه ومن وجد غير ذلك قفك بوجيس كؤك وحان خير أهين كؤك فلا يلومن إلا نفسه نفتي سقفان إهن يوسن إيدن قفكي أن نفتي سوحان إهن بوجي سمركو أركو وحيال أبوحان أركو sometimes ذاتك قال والله قف بابا ما مرك قاركو ذو حاليا بسمتها قانا إفري سكن تلفون كان أو بشر كسمي ابن آدم كسمي فير ابن آدم أسمي تلفون مرك بشر دمات استيجمنت على وصول درا وحال وصول درا إذ ثلاث دقيقة دول بتلفون كوعدي أسيق ما كوا أمس وصو وعدي كو بيق دقيقة على هذا شيء ميق سكن على هذا شيء مالين تا على هذا شيء دق ياب وحاليا بس تلفون كي وحالو ليه مالين هبل مالين حد ديسمبر سجال إتوبن إيه تهاي
saacadani ay 12:15 dakiiqo waxa wacday numberkaas numberkaasoo magaaladaas ku yaalo waxaad la hadashay 5 daqiiqo iyo 14 second la hadashay subhanallah bashar wixii sameeyay asaas wuxuu xisaabayso ma baaluka malaa'iktu ilaahi abuuri wixii ku qoray video ahaan oo aakhara waxaan ku soo hormana marka waxaa loo baahan yahay xumaanta qofka inuu iska ilaaliyo laakiin haddii ka dhacdo ee xumaanta ka dhacdo dambi ka dhaco ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu jicilayna usoo noqotay قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أدومنك دمبك حد قدبك سميه دمبك أغوين سميه دمبك سميه لا تقنطوا من رحمة الله رحمة إلهها كبوسا ذاتك قارك وضوحا الله غيابا والله أنا ما بتوبت كيني أنا أهل نارا بهاي محارع ما لينك دمبك سميه ما بكتوبت كيني دمبك كتوبت كيني شيطانك يا كوي مت فور اكزامبل هذا ما انت دمبي يا سميس هل اكزامبل هي صار لي جيسته الى هو استني قعفيت الفراحه كقادي بريا كن نقطه الهي عبد بن داف ويدس دكو لا بركعتك ويسس لا بركعتك هذا الاسلام مال انت وحا كل بصح كدي كن نقطه ويسس لا بركعتك اديك هدالين شيطانك ما دالا يم حد يقول داليس شيطانك كدها دغيس دغيس كن اديك هدالين اديك هك دالين ان الهي اتوبت كنت تك دالين مركز أسوأ نقو إلهي إلهي وحا ويدي ستا إنو كودن بداف لكن هذي أديق آداشي داسيت مركز أديق آداشي شيطانك واسودو رأي وحا لغايا بسا مركز أتوبت كينيس أتوبت كينيس أتوبت شيطانك نويرا ورنكا ومصيبة قفكا ومصيبة فراها كقاض انتو إلهي أسيد والا ميشي سانساك فراها كقاض توبت نيوني سمين قلبي يسيو نوري ميشي سيدن سانا لغايا با إنو كويرا yala sheytaanka cadwa waxa la sheegay israa'iiliyad qisooyinka oo la sheegay waxa kamid ah nina waxa la irmaalin meelu san u fadhi derbiya ku soo dumay derbiya ku soo qofay ma dab gacanta uu qabto uu ka saaray meesha markuu ka saaray uu banaanki istaajiyay uu yiri wallahi niyo aad umma hasanta khair allah ku siiyo qof fiican tahay waa dhiman lahaayda isoo badbaadisay markaas uu yiri ha ana ku badbaadi ana ku soo jiidi markaas uu yiri ya tahay adiga markaas uu yiri sheytaanka markaas uu niyahay wuxuu yiri sheytaan dadna badbaadiye yaa tahay markaas uu xiri sheytaan ah markaas uu raadaa sheytaanti maxay badbaadisay waxaan ku badbaadiye wuxuu yiri waxa waaye haduu dhagax kugu dhici lahaa shahiida noqotay waan iyo fakta ahlu jannata waxaan rabaa inaan naarta ila gashidaan rabaa arayna markaa sheytaanku ma deynay imaam ahmed waxa laga wariyay raximahullah markuu dhimanay xanuunsanaa shahaada markii loo qabanay la 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 saxdaki waan xani ya imaam qul la ilaha illallah لا 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 ويري عليه مركز وسوكع مركز وسوكع مركز عليه وده أصحابي صح أرددي يسي الكيس أول نحن حكوا له إمام الشهادة مركز وقابين وقاب سوي سي مركز وير ما إذا كم أهانة شيطانة وده هاير وإيجا فكته أحمد وإيجا فكته أحمد وإيجا فكته وده هاير أنا وحكوا له ما يكمل فكنا ما يكمل فكنا إلى نفط إيه بعد كمل فكنا عند هاير مركز شيطانة حكوا تلقي إنه كدينا صلاة التوبة ولا عليه هك أديها هك عايش جسد toobada in adig ilaahay uu noqoto markaas toobad keentid halka caajisay qofal bu anaga naga mid ninka 12 sano heesay ama gabadha 12 sano qaawaneed ama 20 sano qaawaneed oo rabti in ilaahay uu noqoto toobada waa furantahay markaas ilaahay uu furantahay ilaahay uu ku jecel yahay ilaahay hooyada aabaha ka jecel yahay dambi kasta sameeyay haquusanin qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim tawbati ilahi wa furant ilaha bu kudhu la taqnatu min rahmatillah asrafu ala anfusihim mataqana wa hawa dambi wax kasto maskaxdaada soo galaayo qofkan sameey wax allah wax dambi kasto maskaxdaada soo galaa adi dambi maskaxdaada soo galaayo uu sameey qofkan maca dalik ilaahi wuxuu leey asrafu ala la taqnatu min rahmatillah rahmadayda ka qusan ya rabbi ilahum harhim tahay ya allah ilaahi wa kaas rabbigeena kaas wa rabbigeena wa kaas ku jicil wa isoo noqo ku dhahooyo wa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu arko hooyo cunugeeda dab saw qabsatay markuu ka dhumay kadib markii inay heshay cunug saan ugu dhagtay markaas rasuulku xirmay idin la tahay hooyadaas cunugeeda inay naar ku tuuriso xiriya la ya rasuulallah umma malayni hooyadaas cunugeeda naar ku tuuriso markaas wiir ilaahayna wuxuu idin ka jicil yahay
hooyada si cunugid u daran ka wadaa inay jecel yahay Allahu Akbar kiis kale is markay adoon kan dadka ku jecel badan hooyada abaha waa naf afkooda wax ka qabtaan ayagoo baahan adiga ku siinayeen saa u noolaatid duqa maanta dhan wuxuu xamaala saa adiga u noolaatid maamada maanta dhan jikadii karinaysa cuntay karinaysa dhulkii dhaqay shaqo culus haysa ninkeeda ka daran wuxuu sameeyay waxa cunuga ilmahaaga ku jecel yahay markaa timaada hooy keerta kamisa kan maamada iyo maanta jikada ku jirti oo cuntadan karinaysa ilmihiima waxa ma rabi u leeyahay haye keerta ay leedahay yaa maanta dhan ku jirti saddex saac ee jikada ku jirti markii kan ani waxa ma rabi maxaa hooy waxaan igu karisay u leeyahay cunuga maxaa dalik hooyadii maxaa raayay say maxaarta ku sameeyna subhanallah ibn aad rasuulka maarati oo saddex saac jikada ku jir markaa oo thank you dhilad waxa ma rabi haye ku dhays maxaa ku sameey waay maxaa cunaysaa hooyada saasi ku jacasha ilaahay ka jecel badan laakiin suu ilaahay ku jecel yahay kawe marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala markasta u noqdo qul yaa ibadiy alladheena asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ilaahay wuxuuna amrto markasta inaan toobad keeno wa tuubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun war ummaday adoomankayga ii toobad keena amar waaye wa tuubu ila allahi jami'an kulligiina u toobad keena ayyuhal mu'minuun hada mu'minuutiin la'allakum tuflihuun waxaa mudantihiin inaa liibaantaana mudantihiin idan waxaa loo baahan ilaahay saas uu ku leeyahay yaa ayuha alladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuha utnuqda ilaahi tawbat sax asaa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'aatikum fii wa yadkhulukum jannaatin tajri min tahtiha al-anhaar waxaa laga yaaba ilaahi subxaana asaa min allah waa xaqiiqo hada ilaahi tawbat keentaan ilaahi dambigiina uu dhaafa jannana uu idin gelina hoosteeda webiyo maraayiin cajiib dambi kastaa samaysa fiir ibn aadan fiir markaa qaladka gashid umar labaad gashid umar saddexaad gashid warnaga tahay ku leeyahay niyo been hayi sheeg sheegan aniga laakiin allah subxaanahu wa tacaala khaaliqa ku abuuray ku jecel saas maahan wuxuu ku leeyay ii soo noqo dambi kastaa gashid ii soo noqo adiga ma soo noqon kartaa tuuba yaa lagaa wayne ilaahay u noqo ilaahay dambi dhaaf weydiiso yaa rabbi yaa raxmaan yaa raxiim yaa tawaab ilaah magacis tawaaba kamid ah ghaffaara kamid ah raxmaan marka allaha sahaysataa qof waxa loo baahan marka inuu ilaahay u toobad keeno qof walba anagana dambi uu gala yes no ku no doubt about it laakiin waxa loo baahan yahay dambiga qofku markuu galo inuu ilaahay subxaana wa tacaala u noqdo ayaa loo baahan yahay dambigeena allah dhaafo kiinana allah dhaafo kan waalidkeena allah dhaafo waxa loo baahan yahay marka walaalayaa salaadan inaan ku dadaalno ayaa loo baahan yahay ujaala marka insha allah tacaala salaati tooba waxaan ahay waa mashruuc nabi sallallahu alayhi wasallam laba xadiitha ka suuna salaati tooba in la tukan karo goorma la tukana tan labaad waxaan dhahnay waxa waaye sababta loo tukanayo waxa qofka markuu dembi galo inuu hore uu tukada lagu talagalay tan saddexaad su-aasha saddexaad waqtiga la tukanayo waa waqtiguu dembi gala quick daahitaan mala waqti malahan xataa haddii kusoo aado bacda alcasr haddii kusoo aado iyo tan afraad waxeed sidii loo tukanayo salaadaha caadiga labada rakac sidii loo tukanayo loo tukana oo wax kama duwana salaadaha kale kama duwana intaas waa salaati tooba toobada naftirkeeda fadaaisheeda waxaa ka mid ah dembiga lagu dhaafa waa liibaan sababti inuu ilaahay ku liibayata adduunkan camalkaaga in la aqbalo jannada lagu galaay way tiro badan tahay oo dembiga lagugu dhaafa sayi-aadka xasanaad lagugu bedela toobada fadaaisheeda aad u tiro badanta meelo badan waa kasoo sheekeynay marka ilaa 10 fadli ayay culimmada u sheegaan marka naftayda itiina waxaan u dardaarma walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf aan weydiisano ilaahayna aan u noqono istigfaarta afka markasta saarnaado waxaa jira barnaamij oo maalin walba talaada oo malayna aan soo gelino oo la yiraa istigfaarta iyo fadaaisheeda istigfaarta waa barnaamij aad u qiimo badan oo qofkan weli dhegeysan waxaan dhihi lahaa ka faa'iidaysa dhegeyso waxaa gashay youtube-ka gal kadib meel playlist meesha oo playlist markaa gashid markaa ku dhufata waxaa arkaysaa kuudu koo cajalo meel kooda jogjuro arkaysaa marka istigfaarta iyo fadaaisheeda kaas gal ku celcesho markaasaa ogaanaysa fadaaishii qiimihii leedahay duun iyo aakharaba qiimihii ku leedahay ogaanaysa marka istigfaarta hala badiyo dembi dhaafna la weydiista ilaahay subxaana wa tacaala dembigeena ha dhaafo kiinan allah dhaafo insha allah maanta intaasaan ku joojinaynaa walaala ayaa su-aalo soo qorqoray ilaahay subxaana wa tacaala idiin xifdiyo ilaahay idiin dembi dhaafo oo idiin wada salaami kulliyiina acmaasha wanaagsan maxay yihiin acmaasha wanaagsan way tiro badan yihiin walaalayaal aad u tiro badan yihiin salaadaan sheegiinaa ka mid ah oo camal wanaagsan waay sadaqadaa ka mid ah soonkaa ka mid ah qur-aan aqriskaa ka mid ah dikriga ka mid ah berila waalidiinkaa ka mid ah qaraabada xiriir intaa ka mid ah kulli waxaasna camal wanaagsan qofkuna camalka wanaagsan ku dadaalo ayaa loo baahan yahay way sii kale fiifiican yihiin
من جنرال وفي عينين قارن وحا وقتي في عينين استغفارته وكله صلاة مركي لأدن صلاة صبح كهرا وكله استغفارته أو في عين لبدي وفي لو بلا أسحار هم وفي الأسحار هم بلا أسحار هم يستغفرون استغفارته وقتي أسن لبدي في عين قلبي صلاة صبح وكل أذكارتي أن لبدي في عين أذكار الصباح والمساء صلاة صبح صلاة مركي كبحثي قرأ أنت فريق قادل استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر إنك تلاهي ذاك قارب ميلك في عينك سي جنرال وأعمال ونكسن قرآنك وحاكم إذا صلاة صدقة وكل أعمالش ونكسن صنك وكل أي كم دي مرك أعمالش جقار سي جنرال ودلا أي حاجة تقار أو وقتي في في فضل في عنك صور الأجر ته إلى هدي ولا حبي وقتي أنا ولد إلى 25 ويا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإن شاء الله تعالى وينو I think أبعادة هي برنامج كهلا تهزنها والولد بارك الله فيكم جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.